الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، عوائل الشهداء والجرحى، عوائل الأسرى والأسيرات، عوائل المطاردين والمهاجرين، الأخوة والأخوات في الله، يا شعب البحرين الأبيض، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. يا شعب العزة والكرامة، ها هي أيام عزتكم قد اقتربت، ها هي أيام الملاحم قد أقبلت يا شعب الشهداء. ومن هنا ونحن على أعتاب الذكرى الثالثة لثورتنا المباركة منتصف شهر فبراير المقبل، نخاطبكم يا شعب العزة، وبالرغم من كل الآلام والجراح والمعاناة والتضحيات، نخاطبكم بروح الثائرين وبصلابة المقاومين، نخاطبكم بقلوب عامرة بالأمل وبنور الشهداء والصديقين، ونعلم بأننا نجدد العزم والقرار بالاستمرار في طريق الثورة ضد الدكتاتور حماد حتى أسقاط عرشه المتهاوي وطرد المحتل السعودي، وحتى ينال شعبنا حقه الثابت في المشروع في تقرير مصيره واختيار نظامه السياسي الذي يلبي طموحاته وتطلعاته. ومع انطلاق أيام التعبئة العامة في البحرين، نؤكد على النقاط التالية: أولاً، المشاركة في نداءات العزة يوم الاثنين في العاشر من فبراير، حيث تقرع أجراس العزة وتدق طبول العصيان في عموم مدن البحرين وبلداتها بتوقيت موحد مع تحريك عقرب ساعة العزة الذي سيكون في محطتها الختامية في عاصمة الثورة، وذلك في تمام الساعة 8:00 مساء. ثانياً، تقريص كافة الأنشطة الميدانية والشعبية خلال يومي الثلاثاء والأربعاء في 11 و12 من فبراير، مع رفع وتيرة الحملة الإعلامية والتعبوية وإنجاز كافة الاستعدادات اللوجستية والميدانية. ثالثاً، إطفاء الأنوار الخارجية للمنازل في ليلة الإضراب العام ليلة الخميس بدءاً من الساعة 8:00 مساء. رابعاً، إغلاق المحلات التجارية لمدة 3 أيام بدءاً من مساء يوم الأربعاء 12 من فبراير ليلة الإضراب في تمام الساعة 8:00 مساء، على أن يستأنف فتح المحلات التجارية في مساء يوم السبت 15 من فبراير في تمام الساعة 6:00 مساء. خامساً، المشاركة الفاعلة في تكبيرة العزة عبر رفع صيحات التكبير في ليلة الإضراب ليلة الخميس في عموم مدن البحرين وبلداتها في تمام الساعة 9:00 مساء. ختاماً، نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لأهالي هذه البلدة المستضيفة لفعالية ساعة العزة، ساعة العد التنازلي، وننول إن ساعة العزة ستواصل تناقلها بين مدن البحرين وبلداتها حتى يحين موعد عصيان العزة في منتصف شهر فبراير الثورة، مؤكدين من خلالها على الاستعداد والتعبئة والتهيئة لخوض الاستحقاق التاريخي في الذكرى السنوية الثالثة لثورتنا المجيدة ضد الظلم والاستبداد. فكونوا يا أبناء شعبنا الصابر المضحي على أهبة الاستعداد واشحذوا الهمم لخوض هذا الاستحقاق والتحدي بكل عزم وإرادة وبمعنويات عالية. وها هي دماء الشهداء الزاكية تناريكم، ودم الشهيد المجاهد فاضل عباس يستصرخ ضمائركم، فكونوا على قدر المسؤولية.
إذ لم يوقفكم الإرهاب الخليفي السعودي فيما مضى، ولن يوقفكم اليوم، ولن يوقفكم في الأيام القادمة، ولنا معكم لقاء تعبوي آخر يا شعب العزة والكرامة، نعلن فيها عن اقتراب ساعة العزة أكثر وأكثر من موعدها التاريخي، وما النصر إلا من عند الله العزيز الجبار. اللهم ارحم شهدائنا الأبرار، وثبت لنا وثبت لهم ولنا قلم صدق عندك يا كريم. ائتلاف الشباب ثورة 14 من فبراير، البحرين المحتله.